2 and 8 عندنا ال 1 وال 8 من اكتر الفاليوز اللي اتكررت ال 1 اتكرر 2 تايمز وال 8 اتكرر 3 تايمز يبقى مين الـ الـ المود عندنا ال 8 كويشن نمبر 2 بيقول a to the power of 3 b times a b to the power of 2 لما نيجي نعمل تايمز للسيم بيز بنعمل بلس للباور عندي a to the power of 3 times a تديني a to the power of 4 و b times b to the power of 2 تديني b to the power of 3. يبقى انا عندي a to the power of 4 b to the power of 3. يبقى letter c. You need the multiplicative inverse of absolute value of negative 7 over 8. absolute value يعني الأنسر هتطلع بالpositive. فكأن اللي عندي ده مش absolute value of negative 7 over 8 كأنه 7 over 8. عايز مالتبليكيتيف انفرس يبقى هنعمل ريسيبروكال يبقى هن... الدينومينيتور يبقى نومريتور والنومريتور يبقى دينومينيتور يبقى بدل ما هو 7 اوفر 8 هيبقى 8 اوفر 7 طيب تعالوا نحل الكويستشن اللي بعد كده مع بعض على السمارت بورد The degree of the expression x to the power of 3 plus 2xy plus 3y to the power of 2 x to the power of 2 قلنا لما هنيجي نتكلم عن الديجري لما هنيجي نتكلم عن الديجري هنشوف كل ترم لوحده هنا الفيرست term, third degree. تيرم ثيرد ديجري second term سكند ديجري عندي هنا 1 وعندي هنا 1 يبقى 1 plus 1 2 يبقى دي سكند ديجري وعندي هنا الثيرد ترم 2 بلس 2 هنعمل بلس للباور بتاعت السيمبلز يبقى ده 4 يبقى ده كده 4th degree وهنا 2nd degree وهنا 3rd degree لما بعد ما اخذنا كل ترم لوحده نشوف مين اعلى degree الهايست degree هي الفورث يبقى الإكسبريشن ده from the 4th degrees شوف الحلقه كامله من خلال تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا مستقبل يبدا الان